يعني يقصد بيه شنو البوزيشن، يعني المكان اللي راح أحدد بيه الصورة، مكان الصورة. أوكي، وين راح يكون عندي الباكجراوند إيمج؟ بيا مكان هنا عندي هذه. أوكي، نفس ما هي البات مات الإيمج راح يكون بالباكجراوند بالبودي. طبعا هنا عندي الباكجراوند ريبيت ما راح تتكرر. البوزيشن راح يكون بالرايت توب، يعني أقصى اليمين، فوق ويمين، مثل هنا شوف، إلى الأعلى وعلى اليمين. هذه هي الصورة هنا صارت. أوكي، نجي إلى الباكجراوند أتاتشمنت. الباكجراوند أتاتشمنت يقصد بها شنو؟ يعني هذه الصورة اللي أنا راح أضيفها بالباكجراوند راح تتحرك مع الصفحة، زين؟ يعني أنا مخليتها هنا، راح تتحرك ويا الصفحة لو تبقى ثابتة. يعني أنا أصعد الصفحة وأنزلها بس هي باقية بمكانها هنا باليمنى، تبقى هنا مكانها. أوكي، فهذه الصفة إنه أستخدم إما فيكست يعني ثابتة الصورة، أو سكرول معناتها إنه متحركة تتحرك مع البيج. هسه في حال إنه عندي أستخدم خلي أول شيء الفيكست. الفيكست أوكي، هذه اتكلمنا عنهم. هسه هنا الباكجراوند اتاتشمنت فيكست. فيكست شنو يقصد بيها؟ يعني هسه هذه الصورة، هذه حاجز لها مكان كله المن للصورة، أحرك الصفحة كلها بس الصورة باقية ثابتة بمكانها، توب رايت، يتحرك كل شيء وهي بس ثابتة بمكانها. بحالة السكرول لا، مكانها فقط هنا، لما أغير شو راح يكون؟ تتغير تنسحب ويا الصورة، تصعد ويا العفو ويا البيج، مو ثابتة بمكان معين، يعني ما تحجز مكان معين وإنما سكرول. هذا هو الفرق بين السكرول وبين الفيكست، هذا الخاصية اللي هي background attachment. آخر شيء اللي هي عندي short hand property. The short hand وينها؟ It's also possible to specify all the background properties in one single property. This is called a short hand. يعني يقول لك شنو؟ إنه أنا عندي instead of writing هذا الشيء. هسه أنا عندي هنا بالستايل القديم إنه أحدد الباكجراوند كلر، حددت كذا الباكجراوند ايمج، هل قد ريبيت نو ريبيت، بوزيشن مالتي، اوكي اتاتشمنت، ما اعرف ايش، حددتها كلها وكتبتهم. يقول لك انه انا ممكن بسنجل بروبرتي، زين، اقدر اخلي هذا الكلام كله. انه شنو استخدم شورت هاند؟ انا شنو استخدم؟ انه باك جراوند، مجرد اقول له باك جراوند راح اقول له هذا الشيء، عرف كلش زين انه هذه شنو اللون مالتها، هو هذا كله اف اعتقد اسود. اليو ار ال عرف انه هذا الباث مات الايمج، انه خلال الباك جراوند هو شو راح يكون، نوع ايمج. اوكي، نو ريبيت يعني شنو؟ ما راح تتكرر. رايت توب وين معناته؟ معناته هي باليمنى العليا. هسه هنا تراي يوسر راح يكون هي هذه. اوكي، نفس بس هنا ضايف لك مارجن، بعدين راح نجي على مارجن رايت 250. اوكي، اذا هنا انطاني كل هالخصائص بدل ما انه اكتبها، مجرد اكتب قيم الخصائص بس اخلي شنو باك جراوند، يعني هذا ان كل الخصائص عائده لمن؟ الى الباك جراوند. اوكي هسه نجي على شيء اسمه بوردر. البوردر شنو؟ البوردر هي الحدود، يعني مثلا عندي اخلي هذا هو بوردر، مخلي فد بوردر معين الى element، سواء كان image، نص، heading، p. اوكي، هسه هذا البوردر عندي اشكال انواع، اما ان يكون كل all side يعني كل الجوانب مات element بيها بوردرات، أو أن يكون عنده سايد واحد بوردر، مثل هنا عنده
bottom border يعني بس بالأسفل أكو عنده border. هذا عندي rounded border يعني شنو؟ فد بتقويسه. هذا عندي blue left border، هذا فد يعني شنو؟ اللون مالته يعني شون عبالك templates فد قالب معين. أوكي؟ والبوردر ستايل يعني هسه احنا ننتهي من شغله انه شنو عندي البوردر بروبرتيز. اول شيء يحدد لي الستايل انه البوردر راح يكون فد السايدز هذه اللي تحيط بفد اليمنت معين. بي ستايل بي ويدث يعني هذا السمك مالته. بي لون وايضا اكو عندي هذا الستايل الخاص بالبوردر. طبعا السي اس اس بوردر ستايل، ذا بوردر ستايل property specify what the kind of the border to display يعني شنو النوع البوردر اللي راح ينعرض. هنا عندي اكثر من value واكثر من style. هنا عندي dotted border راح يكون عندي نقط، dashed مثل الشارحة، solid يعني كله مملي مثل هذا مثلا يكون بلون معين. زين groove double ridge inset outset none hidden. المهم هذا اني كلهن عبارة عن ستايلات خاصة بالبوردرات. هذا الدوتد، هذا الداش، هذا السولت، هذا الدبل بوردر، هذا الجروف، هذا الريد، هذا الانسيت، وهذه الاوتسيت، وهذا اصلا عندي اوت بوردر والهيدنج بوردر. يعني هي كلها عبارة عن ستايلات معينة مجرد انه اجي انفذها بهذا الكود مالتي. وهذا الكود p dot dot هذه احنا لما نسوي فد سيلكتر اللي هو نوعه الاليمنت مالتي ال p يعني هذا الباراجراف خليت له بوردر شنو dotted باراجراف داشت سوليد وهكذا. كل الستايلات اجي شنو اسوي لها؟ اخليها كل يعني العفو الباراجرافات راح اخلي لها فد ستايل معين للبوردر مالتها. هنا نفس الشيء انه خليت كلاس الاول هو دوتد داش هاي باي كلاس يعني سويت هذا البروبرتي باي كلاس. فانطيت هذا الكلاس الاول للبوردر بي، بعدين انطيت الكلاس داش كلاس سوليد وهكذا الى انه الميكس بوردر هيدنج بوردر. فكل وحدة لها ستايل معين مجرد انه استخدم هذه الخاصية وهيك شيء اسوي بوردر ستايل وانطي فد النوع مالتها. احفظ لي كم واحد وانطي الشائعات الدوتد الداشت والسولد الدبل هم زين انسيت اوسيت المهم والنان فد اكو فد اشياء يعني احفظ لي كم وحدة والبقية ممكن انه نستعين بالجوجل ونضيف اي شيء للبيج مالته بصورة عامة مو فقط بالبوردرات. هنا عندي البوردر ويث، شو يقصد في البوردر ويث؟ يعني ايش قد يعني السمك مالته. اوكي سميك مو سميك ميديم سوليد والويث مالتي 5. هنا الويث انطيته شيء اسمه ميديم، هنا انطيته رقم، هنا انطيته ثيك. فانه هنا اما انه استخدم له فد كلمه صريحه هي width medium او انه اقول له يعني ثين بس شنو وانه ممكن انه انطي فد رقم معينها بالاعتماد على البكسلات 5 بكسل 20 بكسل ما ادري ايش. فهذا كلها موجوده عندكم بس تنفذها. البوردر كلر هذه للبوردر الى اكو فد فيتشر اللي هي الكلر انه احدد البوردر كلر شلون لونه، اما انه نكتبه ريد جرين بلو او نفس الطريقه السابقه انه انطي فد ار جي بي ستايل او انطي الهكسا ديسمال. هنا بالهكسا شوف خلي لك هذه البال اي شيء تريد تكتبه هو يصلح. البوردر سايد
اوكي هذه جوانب مات البوردر، شلون اريد هالبوردر سايد؟ بالامثله من الامثله السابقه قلت لك انه نستنتج انه البوسيبل ممكن انه انطي ديفرنت بوردر فور ايتش سايد، اكثر انطي اكثر من هنا اكثر من ستايل. السايد مالتي اريده هسه بوردر توب ستايل خليته دوتد، يعني اكثر من ستايل اضيف بنفس البوردر فيتشر. اوكي بس شنو اللي احتاج انه احدده؟ احتاج انه احدد التوب اريده دوتد، اريد البوتوم هم دوتد، اريد اللي جوانب يكونون سوليد سميكه، هذني يعني مملوءات الوان لون يعني مثل ما هو، بس هذا هنا اريده منقط يعني نقاط. فمجرد احدد له المكان، اذا اريد هسه مثلا الكلهن سوليد يعني كلهن نفس هذه، بس الاسفل اريده دوتد، اريد بس الفوق دوتد، اريد اعكسها، اريد اخلي اي ستايل من الستايلات المعينه السابقه. فمجرد ان اقول له بوردر وانطي البوزيشن اريد اخليه توب ولا رايت ولا بوتوم ولا ليفت، وراها هذه ستايل، بعدين اكتب له شنو اريد من الستايل مالته. هذا كله عندك يعني نفس الشيء، مجرد الأمثلة أطبقها وأعرف إنه شلون أغير بالبوردر. البوردر شورت هاند بروبرتي، هذا هنا نفس الحالة، إنه شلون قلنا بالمثال السابق بوردر ويث ستايل وكلر كل وحدة انطيناهم شيء، ممكن انه انا ما استعيض عن هذا الشيء، ومجرد اكتب له 5 راح يعرف انه 5 بكسل، راح يعرف انه هذا شنو الويث مالتي سوليد، الستايل مالتي عندي سوليد يعني مو مثلا مو دوتد. ريد هذا لونه ايش قد اضيف عندي بالشورت هاند، اوكي راح ياخذ. هنا عندي left border ممكن انه individual border property for just one side، مثلا انه انا اريد اخلي بس السايد معين، هسه هذا عندي border بس راح اخلي border left، border left راح يكون عنده اريده 6، يعني هنا شنو يحدد لك اكو فت صفات معينه لسايد معين. هذا الامكانيه كلش حلوه وهي اللي تعطيك ستايل، خليت بس هذا الجانب كله بوردر، يعني الباك جراوند مالتي عادي ما بي بوردر اصلا. هنا البوردر انا مخليه فقط بالليفت بوردر، باك جراوند كلر مطيته لايت جراي كله باك جراوند كلر، البقيه ما بي بوردر اصلا، بس عندي بوردر فقط بالليفت لهذا الباراجراف، انه عندي بالليفت عندي 6 الويث مالته يعني العرض وسوليد واللون مالته احمر. اوكي هنا نفس الشيء، بس شنو صار البروبرتيز مالت البوردر فقط بالاسفل وانطى لون احمر ونفس الحاله. يعني هذا هو الشيء اللي راح يعطيك فد فلكسبيليتي باستخدام الديزايننج بالسي اس اس بصوره عامه. الراوندد بوردر هذا النورمال بوردر، هذا راح يكون هو هذا المستطيل. الراوندد بوردر هذا الراوندر بوردر هيك راح يكون شكله، الراوندست بوردر هيك راح يكون شكله، نفس الشيء البوردر هذا منطيته فد صفات معينه. بس شنو احدد احتاجه؟ البوردر رادياس يعني شنو نصف القطر مالته حتى اعرف انه هذا راوندد، بس انطيه نصف قطر مثلا 5، هسه هذه اعطيته نصف قطر 5 بكسل زين. هنا منطيك اول واحد نورمال ما بي اي شيء بوردر، بس ما عندي راديوس، ما عندي نصف قطر، بما انه ما محدد هنا نصف قطر يعني راح يكون عندي نورمال اللي هو هذا الديفولت العادي. هنا انطيته نصف قطر 5، هنا نصف قطر 8، 12 هو الراوندس يعني هذا اكبر وهذا اقل وهذا الراوند مالته راح يكون اقل. كل ما زيدته القصد انه كل ما زيدت نصف القطر راح يكون التدويرة يعني هاي مالتي اكبر. خلصنا من البوردر، وهنا اكو كلها هذه تشوفونها فالصفات ممكن انه نطلع عليها. نجي على المرجن. المرجن شنو يقصد به؟ يقصد به الهوامش، الهوامش اللي انطيها الى element معين الانديفيدوال سايد،
يعني مثلا أنا عندي فيلد خليت image خليتها تفصلها عن الحدود اللي الخارجية زين، أنطيها هوامش مثلا عندي هنا هذه على سبيل المثال صفحة وورد، ما شايفين عندي عندكم المرجن مثلا، أحدد الكتابة من الأعلى جد عندي فراغ، من اليمين جد عندي فراغ، من اليسرى جد عندي فراغ، وحتى من الأسفل. فعندي إذا المرجن الهوامش عندي توب رايت بوتوم وليفت، يعني من أربع اتجاهات أقدر أنطي فد مسافة معينة للإليمنت. نجي على تعريف هذا CSS margin properties are used to create space around elements outside of any defined border. يعني هي الإليمنت والبوردر مالتها عن شنو؟ عن الأوتسايد إليمنت العناصر الخارجية، أوكي؟ بس أحدد لها المسافة اللي تحيط بيها من الخارج، هذا الإليمنت مسافة اللي تحيط بيها من الخارج شقد من إنا شقد منا وشقد منا أعلى ويمين ويسار والأسفل. هنا مثال منطيني هذه الباراجراف، الباراجراف قلت له إنه هذا المارجن توب 100 بكسل والبوتوم هم 100 بكسل، من الرايت أريده 150 ومن الليفت أريده 80. أجي أنفذ راح أشوف هذا هو عندي div، هو طبعا هذا div وداخل div أكو عندي هو div منطيني المارجن مالته توب، شوف منا لهنا هذه 100 بكسل، منا عندي جيت 80، البوتوم هو 100 بس هو لأنه فارغ ماكو وراشي زين، الرايت على اليمين جيت اعطيته أيضا 150، يعني أزيد من هاي المسافة 150 على الرايت بس هنا عندي 100. أوكي هذا هو المارجن، يعني مجرد أنه أنطي هوامش. ممكن أنه أستخدم شورت هاند أيضا هم مو مشكلة مجرد أنه أكتب مارجن وانطي بالتسلسل توب رايت بوتوم وليفت. ممكن انه احدد الجوانب اللي يكون بيها هوامش والجوانب اللي ما بيها هوامش، يعني اقدر ممكن اكو اخلي جوانب بيها هوامش واكو جوانب ما اريد اخلي بيها اي هامش، هذا كله ما عندي بي أي مشكلة لأي إليمنت موجود، أنا أنطيه هامش بس شنو أحدد الصفة المعينة اللي أنا أريد أضيفها. هذه آخر شيء inherit value example let the left margin of the class P طبعا class EX1 element inherit from the parent element. هسه شوف عنده هنا راح انفذ هذا المثال، الليفت البوردر عندي هذا البوردر مالته لونه احمر وهل زين مارجن ليفت اوكي زين، هنا شنو اخذ اكو فد هامش هذا الاليمنت عن حدود الخارجيه مالته اللي هو هذا زين، اخذ عنده انه شلون نقول انهرت يعني متوارثه من هذا الدف اللي هو الباراجراف اللي هو بداخل الدف اصلا اوكي، فانه انطيته ايضا على اليسار اخذ هذا البروبرتي اللي هي قد 100 اوكي مارجن ليفت بهذا الكلاس اللي هو EX1 اوكي. المهم هذا هنا الكولابس ايضا the top والbottom of margin of elements are sometimes collapsed into a single margin that is equal to the largest the two margin. يعني هنا عندي مثال انه ايضا اقدر اختصر الهوامش مالتي انه اكتبها بهذه الطريقة.
هذا كله متكلمين عنده سابقا يعني بالصفة اللي سبق. آخر موضوع عندنا هنا داخل هو CSS padding. وشنو فرق CSS؟ هسه رح نشوف إنه أكو فرق بين البادينج وبين المارجن. ما رح أفرق البداية إذا ما فهمنا هذه النقطة. المارجن اللي هي الفرق أو السبيس اللي أضيفها بين الإليمنت ويا من؟ ويا الإليمنت الخارجية مالتي. شقد بعدها عن الإليمنت الخارجية من الأعلى ومن الأسفل ويمين واليسار. بينما البادينج هي أيضا المسافة هم بها توب وبوتوم وليفت ورايت، بس وين؟ بداخل الإليمنت نفسه يعني. وهنا ما يصير واضح، فقط يكون واضح بالإليمنت اللي بيها بوردر. هذا هو فرقها بين الهامش وبين البادينج. الهامش اللي هو مارجن، المارجن لا ما يتأثر بي، ما عنده يأثر على اللي بيهم بوردر واللي ما بيهم بوردرات، راح يأثر لأن راح يفصل عن الإليمنت اللي خارجية. أما هذا لا، هذا بداخل الإليمنت، إذا أكو بوردر راح يأثر، راح يبين عندي الفرق. لكن إذا ما عندي بوردر يعني ما راح يكون تأثير ملحوظ. ونفس الحالة مجرد بادينج توب راح أنطي فت قيم 50 بكسل، 30 50، هذا شقد أريد أكو عندي مسافة بين منا هذه التوب، هذه الليفت، هذه الرايت، وهذه البوتوم. زين، ممكن أنطيهن كلهن بادينج فاليو، أو ممكن أنطي إلى جهة معينة بادينج فاليو. هذا هو كله نفس الشيء. نا الشورت هاند أيضا أقدر أستخدم، مجرد أقول له بادينج راح يكون أيضا هنا بالتسلسل توب رايت بوتوم وهنا الليفت. هذا اختصار لأعلى هذه لأي للديف للباراجراف اللي بي بوردر وإلى أي شيء بالأخير. وشكرا جزيلا للمتابعة.